مركزين و خاصة على مستوى الدفاع. في الشوط الأول كانوا جيدين وكانوا متمركزين في أماكنهم، عادوا طبعا إلى النية الجيدة في الكرة مثل ما قلنا بنزيما وزيرو، رأيناهم يخرجون شيئا ما. هذا ما جعل الكرة أو تسلسل الكرة كان في شيء من السيولة أكثر من بداية المباراة، وكثير من التوزيعات كان هنالك كثير من الحضور في المنطقة المنافسة في الشوط الثاني بعد أن خرج بنزيما.